توقفت خارج مصر الحملات الدعائية وبدأت فترة الصمت الدعائي في الانتخابات الرئاسية استعدادا لتصويت المصريين بالخارج، والذي سيكون في أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلين من 9 صباحا وحتى 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة، وذلك في مقار البعثات الدبلوماسية المصرية. يحق لكل مصري موجود في الخارج الإدلاء بصوته، شريطة أن يكون اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.